محمد زيدان رئيس قسم الابحاث باي اف بي افكس. اهلا وسهلا محمد وكل عام وانت بخير، شكرا على حضورك معنا في الاستوديو. اول شيء خلينا نبدا باسباب ما جرى العام الماضي، يمكن السبب واضح جدا بالنسبه لاداء الدولار ين، بس اقل وضوحا بالنسبه لمكاسب اليورو امام الدولار بهذا الشكل، اليورو قرب اعلى مستوياته بعامين ومكاسب الاسترليني. خلينا نحكي شوي عن اليورو دولار، لماذا برايك هذه القوه لليورو امام الدولار رغم انه الفيدرالي بدا بتقليص برامج التيسير الكمي بمقدار 10 مليار دولار سنويا شهريا من مشتريات الاصول؟ بالطبع هو اليورو كان اداء افضل. تعال نتكلم اليورو دولار، تعال ناخد اليورو كوضع حالي. الوضع اليورو اتحسن خصوصا في النصف الثاني من العام 2013. لاحظنا ان فروق السندات ما بين مثلا سندات 10 سنوات على ايطاليا وسندات 10 سنوات على المانيا، الفروق وصلت لاصغر ما يمكن. السي دي اس اللي هي العقود التامينيه على الديفولت في السندات وصلت لاقل مستوياتها. نتكلم كمان ان البيل اوت او عمليات الانقاذ كانت قبرص، وكان ظهرت ان قبرص هتكون اخر دوله ممكن يتم عليها عمليه انقاذ، وبعد ذلك بدات نظهر نشوف ايرلندا اسبانيا البرتغال بداوا يطلعوا من الركود اللي عندهم، وبداوا يطلعوا من عمليات البرنامج المساعدات الماليه. فكل دوت ادى الضغوطات على اليورو ان كان في اوبتيمستيك او تفاؤل من ناحيه اليورو وزود المشتريات. فاليورو دولار شفناه في ارتفاعات مستمره مع كل تاكيدات ان الاقتصاد الاوروبي يتحسن بعد كل الداتا ديبندنت، بعد كل قراءات ايجابيه تطلع علينا، وخاصه من 2012 من اول ما صرح البنك المركزي الاوروبي ان هو it will do whatever it needs to save euro او هنشتري unlimited bonds، وحط بعض الاليات زي الترانزاكشن او اوترايت وحط الليترو، كل دوت ساعد ان اليورو يكون في اوبتيمستيك ناحيته وفي ناحيه شراء. اما من ناحيه الدولار وكان ضعف الدولار امامه بسبب عمليات التيسير الكمي، ليس فقط ب 35 مليار دولار البرنامج الشهري لشراء الاصول، كمان ميزانيه الفدرال الامريكي وصلت 4 تريليون، فالسندات اللي بيشتروها ديت عليها فوائد، فالانترست اون انترست كومباوند، فهم كانوا بيعيدوا يستثمروا المبالغ دي كمان في الاسواق، فكان ممكن نقول اجمالي ما يحط ضخ السيوله في الاسواق من قبل الفدرالي 95 مليار شهريا. حتى تخفيضات ال 10 مليار مؤخرا تعتبر جزء صغير جدا من البرنامج ككل، وكان حديث برنانكي كمان ان هو لسه دي في لوز مونيتري بوليسي، في تسهيلات ائتمانيه، الفوائد لن ترتفع في الفتره القريبه. طيب كل دوت خلى ان الدولار يتقبل. اتفضل. هاي بالضبط انا بس بدي اكفي معك. يتقبل بسهوله. الكثير من المحللين كانوا معنا على مدار الاشهر الماضيه منذ ان بدا الحديث عن تقليص برامج التيسير الكمي بالولايات المتحده، كانوا معنا على البرنامج وعم بيقولوا انه انتهت السايكل او دوره الدولار الضعيف، من المفترض ان يبدا الدولار بالارتفاع وهذا لم يحدث. شفنا الدولار ضعيف امام الاسترليني، ضعيف امام اليورو، ضعيف امام معظم العملات الاخرى حتى الفرنك السويسري. فالسؤال، هل انت مع وجهه نظر انه قد نرى ضعف للدولار بالعام القادم اذا ما استمرت سياسات تقليص التيسير الكمي؟ يعني بغض النظر عن انه انت عم بتقول لا تزال مبالغها عاليه، ولكن في ترند في نمط تقليص. نعم، نمط تقليصي تدريجي بناء على سيد برنانكي وتصريحاته على كل ما بيانات اقتصاديه تطلع. بس الويك دولار هو المود اللي بيبحث عليه الاقتصاد الامريكي. الاقتصاد الامريكي بيبحث دائما على السياسه، طبعا السياسه الماليه سواء الحكومه الانفاق الحكومي بيتقلص والمشاكل مع ان احنا حليناها، بس هم عاوزين يبقى في كونسبشن، عاوزين يكون في استهلاك من قبل الافراد، عاوزين يزودوا عمليات الاقتراض. الويك دولار هو كان 2013 وهو هيكون 2014. ممكن نشوف سترونج دولار مثلا لبعض عمليات جني الارباح قصيره الاجل، بس ستيل ويك دولار، لان حتى جانت يلين اعتقد انها مش هتوافق برنانكي في تخفيض التيسير الكمي. اذا كان كونتاتيف ايزنج او برنامج شراء الاصول هيتقلص، اكيد هيكون في ادوات ثانيه من الجهه الاخرى بتزداد وبيسهلوا عمليات السيوله في الاسواق ويزيدوها. عدا موضوع الدولار محمد، لسه مستمر الفتره الجايه. عدا موضوع الدولار، ما هي ابرز الانماط اللي برايك ممكن ان نراها باسواق العملات في العام 2014؟ ابرز الترندز او الانماط؟ ابرز الحاجات اللي هنتابعها، هنتابع ان كل اقتصاد ليه جزء معين تبعه. مثلا الاقتصاد الياباني هنتابع مدى نجاح شينزو ابي رئيس الوزراء في سياسته الماليه وخروج اليابان من عمليه الديفليشن او انخفاض الاسعار، وهل الاقتصاد بينمو؟ مشكله كان بيعاصرها 10 سنين. هنتابع البيانات الاقتصاديه اليابانيه، مع ان انا اقول ان شينزو ابي او